بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء هم الذين حفظوا الدين. هذه كلمة نسمعها كثيرا ونسمع الانتقادات عليها، فالبعض لا يستسيغ أن يسمع أن الفقهاء والعلماء هم الذين حفظوا الدين. نحن نقول الآن أعظم من هذه الكلمة، وهو أنه لولا الفقهاء لارتد الناس عن الدين. تقول لي بأي دليل شيخنا؟ أقول لك برواية جاءتنا عن الإمام الهادي عليه السلام، أقرأ لك نصها. قال عليه السلام: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء، لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه إلى أن يقول: لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. لولا من يبقى من العلماء بعد غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله تعالى. فهذا نص واضح في أن العلماء هم الذين يحافظون على الدين، هم الذين يبقون دين الله تعالى في قلوب الناس. فعندما نقول الفقهاء وعلماء الشيعة هم الذين حفظوا الدين، فهذا كلام له أصل في كلام أهل البيت عليهم السلام.